والله سبحانه وتعالى قال لك ليس الذكر كالأنثى. كيفاش نساوي؟ كيفاش نساوي شي حاجه اللي ما تتساواش؟ ماشي بحال بحال، لا لا مجال حتى للمقارنه. وفاش نقول ما كايناش المساواه، هذا لا يعني على ان الرجل اهم واعلى درجه من المراه ابدا. انتم شفتوا في الواقع ديالنا العيالات ديالنا علاش قادين؟ وشكون هذا الراجل اللي يقدر يقول انا احسن من المراه؟ الرجل السوي والله ما يقدر يقولها، على القدره اللي عطاها الله. ماشي يا ربي اللي خلقها هكاك، وخلقها بواحد القدرات هائله. واش حنا نقدروا نولدوا؟ واش حنا نقدروا نجينا الحيض كل 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 شهر؟ واش حنا نقدروا نرضعوا؟ واش حنا نقدروا نسهروا الليالي؟ راه ما نقدروش. واش العطف اللي كيلقى الوليد ولا البنت الصغيره اللي كيمرض، واش غير العطف اللي غيلقى عند امه ولا عند باه؟ ما يمكنش، ما كاينش، ما كاينش، ما كاينش. ماشي نفسو. يمكن تحب ولدك، يمكن تعطف عليه، يمكن دير اللي بغيتي وتقابلو ودير اللي بغيتي، عمرك ما تشبه المرأة حيت الله خلقها هكاك. هضروا لينا حقوق المرأة، أنا معاكم. ونقارنوا المرأة اللي كانت عندنا 60 عام وكانت فيها البركة وخدامة لنا مزيان في الأسرة وفي المجتمع، نشوفوا فين كانت مضرورة. واليوم نقولوا أنا تدارك هذا الموقف، نفس المرأة بغيت ديال لي 60 عام، ولكن الحاجة اللي كانت تضرها اليوم تداركها، حيت كانت بزاف ضرورة خصنا نعترفوا بها. حيت كان داك ما هو ذكوري، حيت ما نخلطوش بين الإسلام وبين الثقافة ديال المجتمع ديالنا. الإسلام، حيت الإسلام أنا عاود تنقولها ونعاود نكررها، الإسلام راجع للرجال ماشي شبه الرجال. الإسلام جا للرجال، جا للمروءة، جا للنخوة. والنخوة من النخوة والمروءة عمر الإنسان ما تيخصو يمس هذيك المرأة اللي خلق الله سبحانه وتعالى هكاك استثنائية. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان تيوصينا، وناس ديال الناس راه غادي يضرب لنا في هذا الشيء هذا، بالقوارير. شو كيفاش كان تيشبههم بالقوارير، زعما شي حاجة حاول عليها، يعني بحال ذاك المال القليل حاول عليها. إذن إلا اتفقنا على هذا المبدأ هذا، عرفنا الحقيقة ديال الغرب وبانهم قاصدين يشتونا حنا كمسلمين، ما فيهاش تخرشيش، ما فيهاش. حيت الغيره اللي عندهم من الاسلام ديالنا، النهار الكبير عندهم هو نهار حنا نسمحوا في الاسلام ديالنا وبقاو يضحكوا علينا، يقولوا لنا ما بقيتوا مسلمين، ما رجعتوا غربيين، وبداو يضحكوا علينا. مشات لنا الهويه ديالنا، مشات التقاليد، الاعراف، الوجود ديالنا، غادي يمشي، غادي يسمحوا فيه. والمساواه انا تكلمت عليها، تنقول بانه نتكلموا على حقوق المراه، نرجع للمراه ديال هذه 30 و40 و50 و60 عام ونشوف الحقوق ديالها اللي كانت مظلومه فيها. وانتم راكم عارفين فاش كانت مظلومه، بزاف ديال الحوايج كانت مظلومه فيهم المراه، ولكن هيهات هيهات. فين هي هذيك المراه اليوم؟ كانت مسكينه مظلومه صح، ومع ذلك كيفاش دارت على ولادها، وكيفاش دارت على ذاك الراجل؟ الراجل ديرها 16 ديرها 16 وهي كيفاش تسترو؟ شوف العبارات ديال وهن سكن لكم وانتم سكن. شوف هي كيف بصح كتسترو. دابا اليوم كدير زبلان تقد هكا، كدير فضيحه فوق السطيحه بحال شي عدو، وهي اللي كتشوفك انت. شوف هاد 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 الاحساس هذا هو اللي تيخصنا نرجعوا له ونردوا للمراه الاعتبار ديالها بالمقارنه مع الحقوق اللي كانت مهضومه فيها ديال شحال هذه. وانتم راكم عارفين ماشي هذا هو الموضوع، كنت تكون ندوه اخرى ونهضروا في الحقوق اللي مشات اليوم. علاش غادي نتكلموا؟ حنا كنعرفوا بانه الهاجس ديالنا شنو هو؟ هو الاسره. كيفاش نحصلوا على التوازن ديال الاسره وقوه العلاقه اللي كتربط بين افراد الاسره اللي هي الاب والام والاطفال؟ حنا عندنا واحد مدونه الاسره، هذه راه جميله، هذه المدونه اللي كنشتغلوا بها كنص كله جميل جدا، وهذه بين قوسين جميع النصوص القانونيه اللي عندنا في المغرب جميله، وراه ما عندناش نغيره من دول اخرى من الناحيه التشريعيه. فهاد 30 عام راه داكشي اللي شرعنا في القوانين ما تخيلوش، الاف الالاف ديال النصوص القانونيه، يعني عندنا واحد الوعاء التشريعي من داكشي رفيع، مستوى عالي، ولكن تيخصنا ساعه ساعه نقادو. غنهضروا الحوايج اللي كيضروا اليوم في المدونه واللي خصها تغييرات، يعني
جزئية ماشي تغيير شمولي. نتكلموا على أول دخش كنت عارفه اليوم بعد ما نادى صاحب الجلالة نصره الله إلى تعديل مدونة الأسرة. طبعا السبب راه لاحظ بأن هناك عدد مهول ديال الطلاق، وعقلوا على هذا المهول ديال الطلاق غادي يزيد يتصاعد في هذه السنة اللي كنشتغلوا على المدونة. عرفتوا علاش غادي يشتغل؟ حيت كل شيء جالسين في الإعلام والجمعيات تيقولوا حسن عوان كاين الراجل داكشي اللي تابعك، شنو كينوضوا يديروا؟ غينوضوا يطلقوا دابا قبل ما تدخل مدونة الأسرة. وعقلوا على هذا الكلام اللي تنقول لكم، العدد غادي يزيد يتصاعد. اللي كينساو الناس اللي عندنا مسؤولية في هذه البلاد، هو كينساو بأننا عندنا 45 و50% ديال الأمية. وكيتعاملوا مع الدار البيضاء وفاس ومراكش وأكادير، كيسحبوا هذا هو المغرب. واحد، جوج، كينساو بأننا عندنا 40% ديال البادية، نساء من البادية. وما كيتعاملوا مع الطبيبة والمهندسة والمحامية، تيسحبوا المغرب وهذا. لا. راني غادي نرجعوا لهذ المقتزيات اللي غنتكلم عليكم. تخيلوا لي امراه في الباديه ما عندهاش باش تركب ب 10 دراهم في النقل السري، وانت جالسه تقول لها راجلك معسر ما قدرش يعطيك النفقه، سيري للصندوق التكافل العائلي، راه كاين واحد الاجراءات. اسف الصوت اللي غادي نغيرو، راه خصني ناخذ بعين الاعتبار بين 45% ديال الاميه، وعندي 40% او 45% ديال النساء والرجال من الباديه. وهذه تركيبه حنا فرحانين بها بالباديه ديالنا، ولكن خصنا نقربوا لهاد الناس ونقربوا لهم المعلومه ونقربوا لهم الحقوق ديالهم.